احمد اصحى يا احمد. ايه الست شريفه بره وعايزاك. مين؟ مرات فتحي صاحبك هنا وعماله بتعيط. عايزك تيجي معايا دلوقتي تخلي صاحبك ده يطلعني حالك. انا اللي يمكن اعيش معاه بعد كده. ايه اللي حصل؟ ضربني وطردني بقميص النوم زي ما انت شايف كده. انا انطرد من بيتي الكلب ابو ديل نجس يطردني انا وانا مستحمله السنين دي كلها. طيب بس اهدي وفهميني فتحي ليه عمل كده؟ يعني هيكون ليه؟ كل ليله يرجعلك سكران وش الصبح ودماغه مليانه تعي وقاعد يطلعها عليا ويعمل لي خناقه عشان ما تقولوش كنت فين. لا فتحي غلطان. انا لا يمكن اهدى الا لما تيجي معايا دلوقتي وتطلعني. مش ممكن ابات وانا على ذمته. هو ده معقول يا ست شريفه؟ النهار له عينين. اهدي كده بس يا حبيبتي، بكره احمد يتكلم معايا يا حبيبتي. يتكلم معاه في ايه؟ انا عايزاه يطلعني وبس. طيب يا ستي اما يطلع النهار قومي دلوقتي مع عمتك اغسلي وشك وخشي ارتاحي شويه. قومي يا حبيبتي تعالي. من فضلك ما عدتش عايز اسمع الاسم ده ابدا. ايه اللي حصل؟ فهمني. دي مصرة على طلب الطلاق. قول لها مفيش داعي تصر. انا طلقتها خلاص. انت اتجننت؟ بالعكس انا عقلت وفقت. النهارده قبل ما اجي فوت على المأذون وطلقتها. مش هينفع نتكلم هنا. تعالى. هتصدق بس احكي لي. امبارح كان عندي ميعاد في العوامه مع سوزي، ما انت عارفها. قعدت والبنت ما جاتش، اديتني زومبا. سكرت وقلت قوم روح بدري. فتحت الباب ودخلت، كانت الساعه حوالي 12 بالليل. لقيت الدنيا هص. فتحت اوضه النوم وانا بقلع جاكيتها، لقيت حاجة بتخبط في رجلي وانا داخل من الباب. بصيت لقيته الواد المكواجي خارج جاري موطي من الأوضة. مسكته، كانت هي قاعدة في السرير بقميص النوم. قلت له ايه يا واد اللي جابك دلوقتي؟ قال لي كنت جايب المكوى بيه. بذمتك حد يجيب المكوى في نص الليل؟ ايوه يا اخي، كتير من المكواجية بيسهروا وبيسلموا المكوى قبل ما يقفلوا. بيسلموها في السرير ومن غير بنطلون؟ انت بتقول انك كنت سكران، لازم بيتهيألك. معقول الكلام الفارغ اللي انت بتفكر فيه ده؟ هو اللي مجنني انه مش معقول. بقى القطه المغمضه اللي رحت جبتها من اهلها عشان تحافظ على بيتي وشرفي الاقيها مع المكواجي بينشيها؟ انت لازم تصدقني، هو ده اللي حصل. اسمع، ما تخليهاش تقعد عندكم احسن، هتخسرني. ما هي غلطتك؟ حد يتجوز واحدة قابلها في اتوبيس في نص متر؟ يبقى كفاية عليا ان انا كنت صادقة معاك يا ابني. انا قلت لك ان الجواز ده ما ينفعوش غير قطه مغمضه تجيبها من بلاك وتتجوزها وانت مطمن، ساعتها هتبقى مرتاح كده زي حالاتي. لا، كان لازم اقول لك عشان لو اتجوزنا تبقى حياتنا بعد كده صادقه مع بعض. بتقول ايه؟
صباح الخير. صباح النور. اهلا يا مصطفى. لا ده احنا بقينا على خالص اهو. الحمد لله. احنا كنا فين؟ بس يا رب ما يكونش عارفوا حاجه في البيت. اطمني، انا فهمتهم اللي حصل ده نزيف مفاجئ نتيجه الحاله العصبيه اللي انت كنت فيها. انا مش هنسالك ابدا يا مصطفى وقفتك كام. نعم تنسي ازاي يا غانم؟ ده انت هلكتيني طول الاسبوع اللي فات. انت عارفه سعادتك هتخرجي من هنا وانا هرقد مكانك في نفس السرير ده من هنا. صحيح هخرج امتى؟ النهارده ان شاء الله. بجد؟ بجد. بس اللي عملتيه ده كان بيعرض حياتك للموت. ليه المجتمع بتاعنا ما بيحاسبش الراجل زي ما بيحاسب الست؟ لان اثار اي علاقه بتبنى على الست مش على الراجل. الطبيعه كده. يعني الست هي اللي لازم تدفع الثمن. مش دي برضو اوضه وفاه سليمان؟ ايوه دي كانت اوضتها بس خرجت من ساعتين بالسلام. طيب متشكر. اهلا وسهلا يا احمد، اتفضل. عن اذنك لما بلغ وفاء انك جيت. خلي بالك هي لسه تعبانة. أبدا يا روحي أنا بقيت كويسة الحمد لله. لا أبدا مفيش داعي تتعبوا نفسكم. أنا يوم السبت هكون في المدرسة إن شاء الله. متشكرة أوي يا روحي. مع السلامة. الحمد لله على سلامتك يا وفاء. ما بترديش عليا ليه؟ خلاص خلصتك من الورطة اللي كنت فيها. وفاء سامحيني انا كنت غلطان. انا بحبك يا وفاء ومش قادر اغفر لنفسي اللي حصل ده. انا انت ايه؟ انت خسرت اغلى حاجه كان ممكن تربطنا ببعض. عارف بس المهم دلوقتي اني ما اخسركيش. انا هعوضك عن الطفل ده بعشرين طفل تانيين. لا بمية طفل. انت اول ما تقومي بالسلامة هنتجوز على طول. ولا اقولك انا ممكن اجيب المأذون هنا. قلت ايه؟ انت بقيت مستعجل قوي 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 ومش هقدر استنى اكتر من كده. اسمعي يوم الجمعة لازم تيجوا تتعشوا عندنا ونحدد كل حاجة. انت تعبانة ما تتكلميش. يوم الجمعة انا مستنيكم. انتوا هتشرفونا يوم الجمعة كلكم على العشاء عشان نحدد معاد كتب الكتاب. ان شاء الله. بس وفاء تقوم بالسلامة. اتفضل يا احمد. ده شربت فرحنا. برافو عليك يا عمتي. بصراحة انا عمري ما طبخت وانا فرحانة بالشكل ده يا احمد. عقبال ما اشوف اولادكم يا رب. بس مش عارف الجماعة تأخروا. ايه ولا تأخروا ولا حاجة. انت بس اللي قلقان. اهلا وسهلا دكتور مصطفى. اتفضل. انا اسف ان انا جيت من غير ميعاد. يا خبر يا دكتور مصطفى، ده بيتك، دا
ده انا اللي اسف لاني ما عزمتكش بنفسي، بس صدقني انا فرحان قوي انك جيت. الجماعه زمانهم جايين. اتفضل. الحقيقه انا جاي في مهمه صعبه شويه. وفاء بتعتذر ومش هتقدر تيجي، وبعتلك دول. ليه؟ انت عارف، بس ده قرار خطير بالنسبة لمستقبلها. لتبقى اتجننت. ساعات الانسان بيضطر ان هو ياخد قرار قاسي عشان يتجنب حاجات خطيرة ممكن تحصل بعدين. ومين اللي يقبل يتجوزها دلوقتي بعد ما بقى في حياتها رجلين؟ انا. مش معقول بعد كل اللي عرفته عنها. اللي عرفته عنها بيخليني احترمها اكتر. وفاء ما تعرفش تكذب، واللي حصل لها ده ملهاش اي ذنب فيه. اما بالنسبة للرجلين اللي حضرتك بتتكلم عنهم دول، واحد فيهم مات في الحرب، والتاني انت عارفه كويس. استاذ احمد، التجربة هي اللي بتبين معدن الانسان. في حاجة انا ما كنتش عايز اقولها لك، لكن دلوقتي مضطر. انا كنت خطبت وفاء زمان من اهلها، لكن هي رفضت، عشان ساعتها كنتوا تعرفوا بعض. ساعات المرأة بتكرفها العواطف، لكن لما بتختار بتختار الراجل اللي يقف جنبها ويحميها ويحترمها ويحترم إنسانيتها. عن إذنك. تعال هنا يا دكتور. أنت فاكر نفسك مين؟ ملك الرحمة اللي هينقذها مني؟ ابعد عن مطار أقول لك. وفر عواطفك النبيلة دي للمستشفى بتاعتك. وفاء بتحبني وانا بحبها. استنى عندك، كلمني هنا. اطلع يا مصطفى. استني يا وفاء، استني يا وفاء.